إيران نفذت هجوما سبرانيا ضد إسرائيل، وهذه المرة استهدفت أعلى هرم وقمة الهرم في جهاز الموساد الإسرائيلي والمتمثلة بديفيد بارنيع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي. وهذا الأمر وتفاصيله أصبحت واضحة قبل 48 ساعة من الآن عندما قاموا القراصنة الذين نفذوا هذا الهجوم بإنشاء هذه المجموعة على التليجرام، وأطلقوا اسما مثيرا على هذه المجموعة وهو Open Hands أو اليدان المبسوطتان. ومباشرة كما نلاحظ بأنهم قاموا بإنشاء هذه المجموعة في 15 مارس قبل يومين كما تحدثنا الآن، ونشروا هذا الفيديو. وفي هذا الفيديو هنالك عدد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الحالي، لا يمكنك الحصول عليها في أي مكان آخر إذا كان على مستوى جوجل وغيرها من وسائل البحث المتوفرة اليوم. وبالتالي مثلا واحدة من التفاصيل المهمة والمثيرة التي نشرت في هذا الفيديو هي هوية أو الهوية الخاصة بديفيد بارنيع بهذا الشكل، والتي من خلالها عرفوا تماما منزل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي لأنه موجودا أساسا في هذه الهوية. وبالتالي نلاحظ من خلال هذا المقطع الخاص بهذا الفيديو الذي نشروه، نلاحظ بالأقمار الصناعية بأنهم مباشرة وجهوا القمر الصناعي وقاموا بالهبوط مباشرة إلى منزل ديفيد بارنيع بحسب طبعا ما نشروه هم. وبالتالي هذا هو منزل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الذي يأتي بهذا الشكل. بالإضافة إلى ذلك أنهم نشروا أيضا تفاصيلا أخرى، مثلا تذكرة سفر لبارنيع بهذا الشكل، وهذه تذكرة السفر التي ترونها إذا ما حاولنا الاقتراب منها سنلاحظ بأنها فعلا باسمه مستر ديفيد بارنيع. بالإضافة إلى ذلك أن الديت أوف إيشيو أو تاريخ الإصدار هو في 10 يوليو في عام 2014، تذكرة قديمة نوعا ما في عام 2014، ولكن الأهم بأنها عملية وسفرة هو قام بها من تل أبيب مباشرة إلى كوبنهاجن، وكذلك طبعا ذهابا وعودة، وبعدها من تل أبيب إلى كوبنهاجن بتاريخ 12 أغسطس وعاد في 29 أغسطس بهذا الشكل. وأيضا تفاصيل أخرى متعلقة بصور خاصة به أيضا عرضت في هذا الفيديو بهذا الشكل، وحتى كتاب وتحذير من الحكومة الإسرائيلية وتحديدا من دائرة الضريبة الإسرائيلية التي وجهت هذا الكتاب إلى زوجته في حقيقة الأمر، يحذرونها من عملية عدم دفع الضرائب وأن عليهم دفع الضرائب. وحتى فيديوهات خاصة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي نشرت بهذا الشكل طبعا لديفيد بارنيع، وواضح بأنهم يستهزئون به وواضح جدا. ومن خلال هذا الفيديو هم وضحوا بأنهم يمتلكون الكثير من التفاصيل الشخصية الأخرى المتعلقة به، وهذا طبعا الأمر كشفت عنه وكشفت تفاصيله شيئا فشيئا هآرتس الإسرائيلية التي كشفت بالضبط ما حدث وكيف لهؤلاء القراصنة أن يتحصلوا على هذه المعلومات. وقال جميع ما ظهر في الفيديو بما في ذلك الصور والوثائق تم نشرها من قبل قراصنة استهدفوا هاتفا خلويا قديما تابعا لزوجة بارنيع. وأضافت أيضا هآرتس في هذا الموضوع بقدر ما هو معروف لم يتم اختراق هاتف بارنيع والأجهزة الشخصية المشفرة والمؤمنة الخاصة به، وهذا الأمر هو الذي أكده المكتب الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، والذي نقلته طبعا قناة كان العبرية بهذا الشكل، والتي أكدت في بيان صدر بهذا الشكل أو تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذه المواد التي عرضت هي قديمة وأنها ليست قادمة ولم يتحصلوا عليها القراصنة من الهاتف الخاص بديفيد بارنيع. ولكن في نفس الوقت هم لم ينفوا عملية الاختراق التي طالت زوجة بارنيع. بالإضافة إلى ذلك هم أيضا ذكروا بهذا الشكل بالنسبة إلى قناة كان العبرية، وذكرت The Battle Against Iran أي الحرب أو المعركة ضد إيران، في إشارة واضحة من قبل إسرائيل بأن هذه العملية تقف خلفها إيران، وإن كانوا هم قراصنة يبدو مجهولين في التليجرام. وهذا الأمر أيضا الذي لم تختلف معه بل أكدته والا نيوز الإسرائيلية التي أكدت بصريح العبارة بأن هذا الأمر هو تم، وبأن هذه المجموعة والقراصنة التي قامت بإنشاء هذه المجموعة في التليجرام هي مرتبطة بإيران. وهذه القضية طبعا، وعلى الرغم أن في الفيديو ذكر بأنهم يراقبون جهاز الموساد وكل العناصر التي ممكن أن تكون على قمة الهرم في هذا الجهاز الخطير والمهم للغاية، في نفس الوقت أنهم يراقبونهم منذ عام 2011 ويتابعونهم في عام 2014 ولسنين طوال، إلا أن هذه المعلومات
كلها كشفت بهذا الشكل بعد 24 ساعة فقط من عملية اختراق كبيرة طالت العمق الإسرائيلي وثبتت هذا الأمر. نت بلوكس بهذا الشكل وضحت عملية الاتصال للشركة أو الشبكة المختصة في تزويد خدمة الإنترنت وخدمة الحماية كذلك في نفس الوقت وخدمة الاتصال إلى الموقع الخاص في الحكومة الإسرائيلية. واضح أن الاتصال كان مستقرا وبعدها فجأة انقطع بهذا الشكل واستمر بهذه وبهذا الشكل مقطوعا، وبالتالي الذي جرى بأن الموقع الخاص بالحكومة الإسرائيلية توقف بهذا الشكل. إن كنت تستخدم الكمبيوتر الخاص أو الحاسوب الخاص بك أو اللابتوب لظهرت لك صفحة الحكومة الإسرائيلية بهذا الشكل، وإن كنت تستخدم الجهاز المحمول بك الخاص بك فستلاحظ فعلا بأن الحكومة الإسرائيلية وموقعها الخاص لا يعمل بهذا الشكل. بالإضافة إلى ذلك أن هذا الهجوم الذي قاموا به وطبعا نفذوا هؤلاء القراصنة هو كان موسعا إلى درجة أيضا أنه استهدف أيضا شبكات لتزويد الإنترنت متعلقة، وأهم شبكتين في تزويد الإنترنت في إسرائيل بهذا الشكل. كانت الأمور متصلة والأمور طبيعية حتى انخفاض وانقطاع هذا الاتصال لمدة ما يقارب الدقيقة، والواضح بالنسبة للتواريخ هي في 14 من مارس قبل يوم واحد فقط من هذه المعلومات. وبالتالي واضح جدا أن الهاتف الخلوي الخاص بزوجة بارنيع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي عندما قاموا بهذا الاختراق هو كان في هذه النقطة تحديدا، تحصلوا على المعلومات، قاموا بالمونتاج والفيديو ونشروا هذه المعلومات. وقد تكون هنالك معلومات أكثر متعلقة بهذا الأمر الذي نتحدث عنه الآن بكل تأكيد. وهذه القضية تحدث عنها جيسون براتسكي وهو واحد من أهم الشخصيات والمختصين في القضية الإيرانية وفي الشأن الإيراني وحتى في الشرق الأوسط، ووجد بأن هذه العملية هي ستدفع الموساد الإسرائيلي وإسرائيل بشكل مباشر من عملية الرد على إيران بقوة، لأن هذا الشخص هو يعتبر قمة الهرم بالنسبة إلى إسرائيل وإلى الموساد الإسرائيلي، الجهاز الذي يقوم بكثير من العمليات في الداخل الإيراني. وأيضا هنالك قضية مهمة يجب أن ننتبه إليها بأن هذا الأمر هو يأتي بعد أمرين أو حدثين أعلنت عنه إيران بشكل مباشر بعد يوم واحد، وتحديدا في 14 من مارس أي نفس يوم عملية الاختراق وقبل ساعات من الاختراق والإعلان عنه من قبل نت بلوكس وحتى من إسرائيل نفسها. هي أعلنت بصريح العبارة بأن كانت هناك عملية ضبط إيران، والتلفزيون الإيراني أعلن بأنهم تمكنوا من تفكيك خلية مهمة جدا للموساد الإسرائيلي كانت لها نوايا وعمليات ورغبة في عمليات تخريبية إلى إحدى أهم المنشآت النووية في الداخل الإيراني. والتلفزيون الإيراني ذكر بأن الموساد تمكن من تجنيد أحد الجيران لأحد الموظفين أو الفنيين الذين يعملون في قسم مهم جدا في قسم الهندسية المتعلق في أجهزة الطرد المركزية IR6 في منشأة فوردو النووية الإيرانية، وأن كانت هنالك خطة بالقيام بعملية تخريبية وتفجير في منشأة فوردو قبل عيد نوروز في 20 من مارس. وبالتالي استخبارات الحرس الثوري بحسب التلفزيون الإيراني وما نشره تمكنت من ضبط هذه الخلية وإلقاء القبض عليهم جميعا. وكذلك يجب أن ننتبه أيضا بأن في 13 من مارس أي قبل يوم من هذه العملية التي أعلن عنها التلفزيون الإيراني وأيضا العملية التي طالت والاختراق السبراني الذي طال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، كان لدينا حدث كبير في العراق قادما من مدينة تبريز ب12 صاروخا باليستيا على مدينة أربيل، والتي قالت المصادر الإيرانية بأن الاستهداف كان قد طال مقرات تابعة إلى الموساد الإسرائيلي وهي مقرات خاصة وسرية للغاية. ولكن المشكلة في هاتين القصتين حتى هذه اللحظة ليس هنالك أي إثبات ملموس لا على هذه القضية التي جرت في الداخل الإيراني من تفكيك لخلية الموساد الإسرائيلي ولا حتى مما جرى في الداخل العراقي. الأمور ليست واضحة كما كان الأمر متعلقا في عملية الاختراق السبراني الذي تحدثنا عنه، وبالتالي الأمور هنا مختلفة. ولكن في نفس الوقت المصادر والأوساط الإسرائيلية ترى بأن هنالك استفزازات كثيرة للموساد الإسرائيلي متتالية خلال هذا الأسبوع. وكذلك يجب أن ننتبه أيضا بأن إيران
هي في لحظات مهمة جدا وتمر في لحظات مهمة جدا. الآن النيوزويك الأمريكية قبل قليل وقبل أن نبدأ هذه الحلقة أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك العودة إلى الاتفاق النووي وعلى وشك إنهاء هذه الأمور، بل إن كانت هنالك تصريحات متعلقة في الأمور التي هي لا زال هنالك خلافا عليها بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية. بحسب وزير الخارجية الإيراني أكد بأن كانت هنالك أربعة أمور مختلف عليها، تغيرت الأمور واتفقوا على اثنين من هذه القضايا وبقيت قضيتين متعلقة وعالقة، وهو ذكر بأن واحدة من هذه القضايا هي متعلقة في ضمانات اقتصادية أو في ضمان اقتصادي معين، وقد يكون هنا ضمان اقتصادي تبحث عنه إيران في حالة أن الولايات المتحدة الأمريكية كررت ما فعلته في عام 2018 وانسحبت من الاتفاق النووي في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدفع بحسب الاتفاق مبلغا ماليا كبيرا إلى إيران إذا ما تحركت هذه الحركة. ليس هنالك شيء رسميا ولكن يبدو بأن الأمر كذلك. أما بالنسبة للأمر الثاني فوزير الخارجية الإيراني لم يذكر شيئا عن هذا الموضوع، ولكن موقع أكسيوس الأمريكي ذكر تفصيلا حول القضية الثانية وهي متعلقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي تدرس احتمالية وإمكانية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني بالكامل مع أخذ ضمانات والاحتفاظ بحق إعادة الحرس الثوري الإيراني إلى قوائم الإرهاب في حالة أن إيران لم تلتزم ولم تضبط تصرفات الحرس الثوري الإيراني في الشرق الأوسط. وهنا نتحدث عن التصرفات التي تقوم بها إيران والحرس الثوري من خلال فصائلها المسلحة الموجودة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وحتى على مستوى اليمن، وبالتالي هنالك دراسة واضحة جدا، بل إن إيران قامت بحركة مهمة جدا أيضا في نفس الوقت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت عنها، وهي قضية متعلقة في تخصيب اليورانيوم. اليورانيوم الذي خصبوه في الفترة الأخيرة قاموا بتخصيبه إلى درجة أصبح قريبا من عملية التسليح والوصول إلى التخصيب إلى التسليح، ووضعوه في هيئة بالنسبة لليورانيوم المخصب الذي تم تخصيبه بنسبة 60%، طبعا وضعوه بهيئة لا يمكن الآن نقله أو شحنه بأي شكل من الأشكال إلى أي دولة أخرى، وبالتالي هو باقي في إيران بالنسبة لهذه المواد في الداخل الإيراني بالنسبة للمواد التي قاموا بتخصيبها، وهيئة التخصيب أصبحت بهذا الشكل في الداخل الإيراني، وبالتالي وهذا يعني في حالة أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي فهي تمتلك ما يكفي من اليورانيوم من أجل الوصول إلى السلاح النووي في أيام قليلة جدا. ولكن في نفس الوقت ماذا عن إسرائيل؟ استفزازات للموساد، استفزازات في هذا الأمر هي منزعجة للغاية، ماذا عنها؟ إسرائيل ريدار كشفت بأن إسرائيل بدأت تتحرك في هذا الصدد وبدأت تتحرك عن طبيعة ما يمكن أن تفعله وتتحرك تجاهه في حالة إنهاء وعند إنهاء الاتفاق النووي، وهذا ما قالته الإسرائيل ريدار. يتواجد ضباط إسرائيليون كبار في واشنطن لتنسيق التحركات العسكرية القادمة للجيش الإسرائيلي ضد إيران، وأضافت أيضا خلال الزيارة من المرجح أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة لعمليات الجيش الإسرائيلي بعد التوقيع المتوقع لاتفاق نووي مع طهران. أيضا يدعوت أحرنوت كشفت أيضا قبل يومين بأن رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا هو موجود الآن في واشنطن وهو يشارك معلومات خاصة وحساسة للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالواضح أن هنالك تحركات يمينا وشمالا من جميع الاتجاهات من أجل الوصول إلى قضية مهمة للغاية ألا وهي ضمانات للجميع من أجل إنجاح الاتفاق النووي.